بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان الموضوع: النفاق وصراع القيم الاجتماعية، دراسة تحليلية لصورة المنافق في بعض النصوص الأدب الشعبي. الباحثة أسماء عبد الهادي رجب، مدرس الأدب الشعبي بقسم الأدب الشعبي المعهد العالي للفنون الشعبية أكاديمية الفنون. يهدف هذا البحث إلى رصد 3 نقاط رئيسة. أولا، المفاهيم مثل مفهوم القيم، النفاق وما يتاخم من مفاهيم متقاطعة معه في المعنى. ثانيا، السمات الفنية والنفسية المشتركة للمنافق من خلال النصوص الشعبية. ثالثا، النفاق، الدوافع والآثار من خلال النصوص الشعبية. نصوص الأدب الشعبي اللي اعتمد عليها البحث: سيرة الملك سيف بن زيزان المجلد الأول، موال أدهم الشرقاوي للشيخ محمد عبد الهادي، مخطوط لقصة سيرة الأبيح قصة شعبية، بعض مربعات السيرة الهلالية الجزء الأول، نماذج من الأمثال الشعبية حول النفاق والمنافقين. نبدأ بمفهوم القيم، وهو من الموضوعات اللي بتقع في دائرة اهتمام العديد من المجالات والعلوم، وقد ربط كثير من العلماء بين مفهوم القيمة وقضية الخير والشر مثل مور وبيبر، اللي عرف القيمة بأنها في أوسع معانيها هي أي شيء خير كان أو شر. لامونت يرى أن إسناد الخير والشر للأشياء ما هو إلا تعبير عن الاستحسان والاستهجان لسلوك معين. فإذا جئنا لمفهوم النفاق بمعنى الإضمار، نجد كثير من المصطلحات المتقاطعة معه مثل الرياء، التصنع، التلون، الموالسة، الخداع، المداراة، التملق، التزلف، المداهنة وغيرها كثير من مصطلحات متقاطعة مع مفهوم النفاق في هذه النقطة. النفاق لغة يقال نفقة الدابة نفوقا أي ماتت، وهو نوعان: اعتقادي متصل بالدين والعقيدة، عملي متصل بالحياة اليومية والسلوكيات الفردية مثل الكذب وغيره. الرياء هو مشتق من الرؤية، بمعنى أن يعمل الإنسان خير ليراه الناس ويستحسنوا فعله. أما المداهنة ففيها من المصانعة واللين والغش من معين. الموالسة فهي المداهنة والمخادعة والخيانة، ولذلك يقال للذئب واللاس. أما المداراة فهي من المداجاة والملاينة وحسن الصحبة والملاطفة والرفق بالشخص اتقاء لشره أو تحصيلا لمصلحته، وفيها من معاني الغطاء والستر والتخبئة. التملق وهو التودد الشديد، وهناك لفظة التزلف وهي مقاربة لها في المعنى بمعنى التقرب والدنو والمدح نفاقا لقضاء مصلحة. أما التلون ففيه من معاني عدم الثبات على حال واحد، وهذا من حال الحرباء فيقال أحزم من الحرباء، وفيه فكرة التمويه والخديعة. التصنع هو تكلف الصلاح وحسن السمت وإظهار الخير والباطن مدخول بالشر، والمصانعة كني بها عن الرشوة. أما الخداع يقال خدع الريق بمعنى يبس وأنتن، خلق خادع أي متلون، ويقال في المثل إذا لم تغلب فاغلب أي خادع لتدرك حاجتك بالغلبة إن لم تدركها بالرفق. أما المصطلحات المتقاطعة مع النفاق بمعنى الانتفاع، هنلقى الانتهازية والاستغلال والوصولية. المصطلحات الثلاثة دول بيتقاطعوا مع النفاق بمعنى الانتفاع لوسم الشخص اللي بيسعى لتحقيق منفعة شخصية مهما كلفه الأمر من عناء، أو أنه يهدم حقه ويجني أرباح غير عادلة على حساب مصالح ناس أخرى. أما عن المصطلحات والتعبيرات اللي ملهاش في أصل معناها علاقة بالنفاق، ولكن يستخدمها البعض أحيانا للتمويه على ممارسته لهذا السلوك المشين وهو النفاق، هنلاقي المجاملة، الأتيكيت الاجتماعي وهي كلمة فرنسية الأصل تقال لوصف مجموعة من الآداب الاجتماعية، التقية وهو مصطلح ديني يقال لإخفاء معتقد ما خشية الضرر. السمات الفنية والنفسية والأخلاقية لشخصية المنافق في نصوص الأدب الشعبي:
أول سمة كانت الغدر والخيانة، وشخصية بدران في موال أدهم الشرقاوي من أقوى الشخصيات المعبرة عن هذه السمة. وهنسمع مع بعض دلوقتي جزء من موال أدهم الشرقاوي اللي بيتكلم عن خيانة بدران ليه وتسليمه لحتفه، ومصحوب بالوثائق التاريخية لتوثيق هذه الحادثة. نسمع مع بعض. أنصحه بعدين الشغل ليه بس يا بدران، ليه بس يا بدران، عمر الطفولة الجميل اللي بعته يا بدران. عالغارة خدهم، عالغارة خدهم ومشوا من بعيد، تبعوا لخنت صاحبك كده في لحظة يا بدران. ونادت لي أدهم وقال جبت الغدا يا زين، ونسيت أجيب العشا وجايلك في غمضة عين. ونادت لي أدهم وقال جبت الغدا يا زين، ونسيت اجيب العشا وجايلك في غمضة عين. وناداك لي ادهم وقال جبت الغدا يا زين، ونسيت اجيب العشا وراجع في غمضة عين. قال له يا بدران انا خايف، انا شايف العين هيكون ده آخر عشا، خايف كده وحزين لسه في كلامهم، وكان صعب العيار أدغم. بكى صاحبه بدران وقال خنتك أوامي أدغم، لسه في كلامهم وكان صعب العيار أدغم. بكى صاحبه بدران وقال خنتك أنا أدغم، تحرم علي الحياة بعدك يا ضي العين. إذا أحمد أهو عرفت السمة الثانية من سمات شخصية المنافق اللي تم استنباطها من بعض نصوص الأدب الشعبي، الفتنة. ويعد شخصية الحكيم سقرديون والحكيم سقرديس في سيرة الملك سيف بن زيازن نموذج على السمة دي. الحقيقة إن الحكيمين دول كانوا طول الوقت على مدار الأحداث بيحاولوا إشعال الفتن بين الشخصيات. السمة الثالثة انعدام المروءة والنخوة، نموذج عليها شخصية الملك أبو تاج وزيره الهضام، الكذب والتصنع والتملق أو مطلق عليه حديثا ظاهرة التطبيل والبوقاجية، نموذج عليها الحكيم عبد الهب، ازدواجية الشخصية أو كما يقول المثل الشعبي في الوش مراية وفي القفا سلية، نموذج عليها الجارية قمرية وجميع هذه الشخصيات في سيرة الملك سيف بن زيازن. عقدة الإصلاح وطغيان المصلحة، وتمثل الحكيمة عاقلة نموذجا لهذه السمة، وكذلك القاضي جحا في بعض النوادر الجحوية. الحقد المشوب بعقدة العظمة الزائفة، يمثل ذلك نموذج شخصية الأمير الحاسد في مخطوط قصة أولاد الأبيح. سلطوية الشخصية ونموذج عليها الملك سيف أرعد في سيرة الملك سيف بن زيازن. الانتهازية والاستغلال من السمات الفنية البارزة جدا لشخصية المنافق واللي تم رصدها على نطاق واسع في نصوص الأدب الشعبي، وهنلاقي كتير من الأمثال الشعبية بتبرز وتوضح هذا السلوك، مثل اسجد لقرد السوق في زمانه، إن دخلت قرية احلف بإلهها، إن دخلت بلد تعبد العجل حش وطعمه، إن كان لك عند الكلب حاجة قول له يا سيدي، اللي تداريه تغلب فيه، اللي ما تقدر توافقه نفقه.
في دوافع وأسباب كتير وراء ممارسة سلوك النفاق رصدتها النصوص الشعبية، منها الخوف، انحسار العدل وزيادة الاستبداد، الحقد والحسد وعدم التمكن من الخصم، التحزبات الفاسدة أو ما يطلق عليه حاليا في عصرنا الحديث الشلالية حب المال والسلطة والنفوذ والجاه. الآثار المترتبة على تفشي ظاهرة النفاق في المجتمع، هنجد إنه ظهر كتير من الملامح اللي نقدر نرصدها في النصوص الشعبية اللي ترتبت على تفشي ظاهرة النفاق من خلال النصوص، منها اختلال التوازن الاجتماعي، ابتعاد المخلصين والكفاءات عن المشاهد، انهيار الثقة بين أفراد المجتمع وسيادة المتسلقين. كذلك قامت الباحثة بعرض ورصد الشخصيات النزيهة في مقابل الشخصيات المنافقة أو الغير نزيهة في نصوص الأدب، وهنلاقي من هذه الشخصيات النزيهة الوزير يثرب، الوزير بحر قفقان الريف، الأميرة شيماء، الملك سيف بن زيازن، الوزير المسيحي موز، سعدون الزنجي وغيرهم كتير. وكمان رصد شخصيات نزيهة من غير أدمية. في النهاية أتمنى يكون هذا التطواف المبسط والسريع داخل الموضوع نال إعجابكم. طبعا ما قدرتش أفصل كتير في الفيديو لأن ليه مدة محددة، لكن البحث بإذن الله بيعرض لكل هذه الحاجات بالتفصيل. وشكرا لحسن استماعكم.